بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طالب العلم إنما يطلب العلم أولاً لينصلح به حاله وليستقيم أمره مع ربه سبحانه وتعالى. فالعلم والعمل قرينان، العمل كالثمرة للعلم، وإنما فضل العلم ورغب فيه ودعي إليه لكونه يحمل على العمل. وهذا سيقودنا إلى الكلام عن علم السلوك. ما هو علم السلوك؟ علم السلوك يتعلق بالجانب العملي في حياة الإنسان عامة وطالب العلم بصفة خاصة، جانب السلوك المتعلق بحسن الخلق وأعمال القلوب وإقبال العبد على الله تبارك وتعالى بالطاعة. يبقى إذن علم السلوك بيشمل كم موضوع؟ ثلاثة. بلاء، أنت مشغولين بالصبورة ليه؟ كله بص على الصبورة ليه؟ يبقى علم السلوك بيشمل إيه؟ ثلاثة أمور. الأمر الأول ما يتعلق بحسن الخلق، الأمر الثاني ما يتعلق بأعمال القلوب، الأمر الثالث ما يتعلق بإقبال العبد على الله عز وجل بالطاعة. وهذا الأمر كان السلف لا يعلمون طالب العلم حتى يظهر عليه حسن الخلق وحتى يتنسك أي يتعبد. يعني هذا العلم كان عند السلف هو أول خطوة على طريق الطلب، وهو بمثابة استصلاح الأرض. يعني رجل شاب أتى ليكون معلما لغيره، أتى ليطلب العلم ليكون معلما لغيره، فأول خطوة بنصنعها إيه؟ نستصلح الأرض، يعني نحوله إلى رجل صالح. هذه الخطوة الأولى. ولا يكون صالحا إلا إذا استقامت أخلاقه ظاهرا واستقام قلبه باطنا وأقبل على الله بالعباد. طيب لو فرضنا إن طالب، إن الرجل اللي أتى ليطلب العلم انقطع بعد هذه الفترة، يبقى احنا كسبنا إيه؟ رجل صالح. احنا عندنا الأمر انقلب.
أول خطوة نعلم نعلم نعلم، فيوم لما ينقطع يبقى إيه؟ يبقى وبال علينا وعلى نفسه، نخسره وهو يخسر نفسه بسبب مخالفة منهج السلف. الخطوة الأولى إن أنت الأول على يد الشيخ تتحول إلى رجل صالح، يبقى على أقل تقدير الأمة كسبت رجلا صالحا لو انقطع بك الطريق وانقطع بك السبيل. وكان يعني كان بود ان الامر يكون اوسع من كده، ونفصل في هذه المساله تفصيلا طويلا، ولكن يعني ان شاء الله ان احنا هنتكلم عن علم السلوك وعن فقه الدعوه بشيء يسير. فبدايه قلنا ان علم السلوك بيشمل هذه الامور الثلاثه، والله عز وجل جعل هذا في مقدمة مهمة الرسل، يعني من مهام الرسول أن يعتني بإصلاح قومه في هذا الجانب. قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إيه اللي أنت فهمته من ترتيب الثلاث أمور دي؟ طيب لا، اللي أنا عاوزه، إيه اللي أنتوا فهمتوه من ترتيب ده؟ أيوه، إن التزكية سبقت التعليم، يتلو عليهم لإقامة الحجة، في ناس هتقبل يبقى يزكيهم الأول وبعدين يعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي لفظ صالح الأخلاق. فهذا في مطلع مهام الرسل، جزاك الله خير، هذا في مطلع مهام الرسل، وأول ما ينبغي أن يعتني به الرسل مع أقوامهم. ولو أن طالب العلم وفق بفضل الله تعالى إلى العناية بهذا العلم، إلى العناية بأخلاقه وبأعمال قلبه وبإقباله على الله عز وجل، لكان بفضل الله تبارك وتعالى موفقا مسددا من اللحظة الأولى، ورجي له الخير لنفسه والنفع لأمته. إنما للأسف الشديد نبتلى بمسوخ، هي أقرب إلى مسوخ العلم منها إلى حقيقة العلم، بسبب أنه يحسن الجعجعة ويحسن الصوت ولا نرى له طحنا بسبب الخلل في هذا الجانب. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا خالطوا النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوى الرجال منهم أن يحاكي الواحد منهم رسول الله في عبادته. من اللي قال لقد هممت بأمر سوء أن أجلس وأدعه؟ سيدنا عبد الله بن مسعود، لأنه لا يستطيع أن يحاكي النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته، في أخلاقه. يقول أنس بن مالك الذي عاشره كم سنة؟ 10 سنين، والله ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما قال لي يوما قط لشيء فعلته، لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله، لما لم تفعله، وما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بيده قط إلا أن
تنتهك حرمات الله أو قريبا من هذا. إذن طالب العلم ينبغي أن يعتني بداية بتقويم نفسه وإصلاح حاله، وذلك لا يكون إلا إذا استقامت أخلاقه في الظاهر، واستقام قلبه في الباطن، وأقبل على الله بالعبادة. لا يستقيم أبدا أن يكون طالب العلم خاليا من الذكر الكثير وتلاوة القرآن أناء الليل وأطراف النهار، أن يكون مفرطا في صلاة الجماعة أو في تكبيرة الإحرام أو في قيام الليل إلى آخر ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في أول مجلد السلوك، وهذا أيضا مما يعني نحثكم على العناية به، هذا المجلد مجلد السلوك، قال: إن أعمال القلوب فرض عين على كل مسلم، محبة الله، الخوف من الله، التوكل على الله، الإنابة، كل هذه أعمال القلوب، هذه فرض عين. لا يستقيم إيمان المرء فضلا عن غير ذلك إلا بمثل هذه الأمور. الصحابة رضوان الله عليهم بدأوا بمثل هذا الذي سمعتم، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: لقد عشت برهة من دهري، وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن. يؤتى الإيمان، يؤتى ما ينصلح به إيمانه وما ينصلح به سلوكه قبل أن يتعلم العلم، لأن العلم كان يومئذ هو الإيه؟ هو القرآن. ولذلك كان يقال للعلماء القراء، يعني القراء هم العلماء. ولذلك قال النبي، مش دلوقتي، ده على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أم الناس إيه؟ أقرأهم لكتاب الله، يعني أعلمهم، لأن القوم يومئذ لم يكن لهم علم إلا القرآن وفيه كل علم. فيقال لحامل القرآن، وهم كانوا يحملونه قولا وعملا، علما وعملا، هؤلاء كان يقال لمن أوتي القرآن منهم قارئ، والقارئ يعني العالم. فيقول: لقد عشت برهة من دهري، اللي هو مين؟ احنا عشان ما ننساكوش، تعالوا نو، لو نجحت في الاختبار كنت سبتكم. اللي هو مين اللي قال؟ عبد الله بن عمر. قال: لقد عشت برهة من دهري، وإن أحدنا ليؤتى الإيه؟ ليؤتى الإيمان قبل القرآن. لا، خليك أنت عامل حاج. وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن، فتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم، فنتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن نقف عنده منها. ولقد كما تعلمون أنتم السورة من القرآن، ولقد رأيت أقواما يؤتى أحدهم الإيمان القرآن قبل الإيه؟ قبل الإيمان، فتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فلا يدري ما آمرها ولا زاجرها، يقرأ القرآن من أوله إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره، ينثره نثر الدقل، ينثره نثر الإيه؟ الدقل. ولذلك الإمام ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين تكلم عن طلبة العلم في بالنسبة للعلم والعمل، فقسم طلبة العلم إلى ثلاثة أقسام: قوم غلب عليهم العلم وقل عندهم العمل،
قال: وهذا هو الغالب على من يعني ينشغلون بالعلم، وقوم غلب عليهم العلم وقل عندهم العمل، وهؤلاء وهذا الحال يغلب عند على المتصوفة اللي هم بينشغلوا بالأوراد وكذا وكذا، ويقع في مخالفات عظيمة بسبب قلة العلم. الأمر الثالث: من جمع الله لهم العلم والعمل. قال: فمن كانت له هاتان القوتان، اللي هو قوة الإيه؟ العلم والعمل، رجي له النفوذ واستقام أمره وفاز في الدنيا والآخرة. فالإنسان لا يستقيم أمره إلا إذا من الله عز وجل عليه بهذا وذاك. إذا أنت في حاجة إلى أن تتعلم ما تزكي به نفسك، أنت في حاجة إلى أن تتعلم كيف تتعبد على منهاج النبوة، لابد أن يكون طالب العلم صاحب قلب رقيق وعين تجمع وقلب يخشع، أما أن يكون جافا غليظا شديدا بحجة أن هذا هو الدين وهذه السنة وهذا قوة في الحق، فهذا إنما أوتي من قبل سوء البداية. لأن العبادة يا إخواني بمثابة النار للحديد، الإنسان اللي بيتعبد بخشوع بيلين قلبه، بخلاف الإنسان اللي بيتعبد بعلو وعجب، هذا لا يزداد والعياذ بالله بالعبادة إلا بعدا عن الله، لأنه إذا قام لليل يخطر في باله إن كل إخوانه نايمين، ده زمان الشيخ الآخر اللي قال لنا قيموا الليل نايم والعياذ بالله. فإذا قام ليتعبد بعجب أصيب في مقتله فلم ينتفع، إنما الإنسان اللي بيتعبد ويتقرب إلى الله تعالى بخضوع يكون هذه العبادة بمثابة النار للحديد، يلين قلبه ويخشع وتدمع عينه ويمن الله عز وجل له بالقبول في قلوب الناس، لأنه حينئذ ستخرج الكلمات مكسوة بغلاف القلب، القلب الخاشع المنيب المقبل على الله عز وجل كلماته ستخرج بهذا الثياب، لأن الكلمات لن تخرج كلمات قاسية من قلب لين، ولن تخرج كلمات متحجرة من قلب خاشع، وهكذا. فلذلك أنت معني بنفسك أولا، أنت معني بنفسك أولا، فلا بد أن تتعلم كيف تتعبد على طريق النبوة وعلى منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن البدع وبعيدا عما أحدثه الجهال في دين الله تبارك وتعالى. أنت أيضا معني بحال قلبك الذي قال فيه ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فعلى قدر الخير الذي في القلب على قدر ما يؤتك الله تبارك وتعالى من الخير. وقال الله عز وجل أيضا: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، بقلب كان سليما في الدنيا، سليما سالما من الشرك والبدعة والشهوات والشبهات والضغينة على المسلمين، قلب سالم
من سائر الآفات التي تعوق سير العبد إلى الله عز وجل. والعبد إنما يسير إلى ربه تبارك وتعالى بقلبه، ولذلك قال الله عز وجل على المنافقين: في قلوبهم مرض. المرض هنا بمعنى النفاق، فسمي النفاق مرضاً لأن النفاق يضعف القلب عن السير كما يضعف المرض البدن عن السير. إنسان مريض يعني لا يستطيع أن يتحرك، فكذلك القلب المريض لا يستطيع أن يسارع إلى الخيرات، لا يستطيع أن يتقدم إلى المهام التي ينصر بها الدين أو ترتفع بها راية الإسلام. وأنت كذلك في حاجة ماسة إلى أن تتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أنت في أمس الحاجة إلى أن تضع هذا الحديث بين عينيك. أنت لو فرضنا مثلا أن رجلا أذنب ذنبا وهو منكسر لله ومقر بذنبه ومتحسر على ما صنع، وآخر لم يرتكب ذلك الذنب ويعظه بعلو وخيلاء، أيهما أقرب إلى الله؟ المذنب النادم أم الواعظ المعجب؟ المذنب النادم. ولذلك قالوا: رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. وعندنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حديث الرجلين من بني إسرائيل، كان أحدهما مقصر والآخر عابد، وهذا الحديث أصله عند الإمام مسلم، وهذه الرواية في سنن أبي داود. فكان العابد يقول للمقصر: اتق الله، فيقول: خلي بيني وبين ربي. فدخل عليه ذات مرة فقال: والله لا يغفر الله لك. وهذا أيضا نسمعه كثيرا على ألسنة بعض الجهال: فلان والله عمره ما دخل الجنة، فلان يا عم ده بيضحك على الناس. وهذا من التألي على الله عز وجل. فقال: والله لا يغفر الله لك أبدا. فأمر الله تبارك وتعالى بقبض روح هذا وذاك، وقال: من ذا الذي يتألى علي؟ ثم قال الله عز وجل لهما بعد أن جمعهما بين يديه: غفرت لك للمقصر وأحبطت عملك للمعجب، والعياذ بالله، لأنه صار إعجابه بنفسه بحيث صار يحكم على عباد الله عز وجل بدلا من الله تبارك وتعالى. السلوك بالنسبة لطالب العلم أمر ينبغي أن يعتني به أشد العناية، وأنا بودي أن أنت تحفظ هذه الجوانب الثلاث وتجعلها نصب عينيك، وتسأل نفسك يوميا: ماذا أحرزت فيها من تقدم؟ ويمكن بأمر بسيط جدا أن أنت تجعل لنفسك كل أسبوع أمر في هذه الجوانب الثلاث. يعني مثلا هذا الأسبوع في باب العبادة عندي تقصير مثلا ملحوظ في تلاوة القرآن في الفترة اللي فاتت، خلاص في هذا الأسبوع سأوطن نفسي على المواظبة على لن أقل عن جزئين في اليوم مثلا. تعال لموضوع القلوب،
أبدأ برأس الأمر وهو الإخلاص، هقرأ فيه الأسبوع ده، وادع ربنا سبحانه وتعالى كثيرا أن يمن علي به، وأوطن نفسي على الإصرار بالعبادة وأحوال المخلصين. تعالى في باب الأخلاق، أنا ملاحظ كده في الفترة اللي فاتت أنني كلام كتير وبتكلم في الأخبار والأهرام والجمهورية وجميع الإذاعات المحلية داخلة معايا على بعضها كده بسبب تراكم الأحداث وتتابع الأمور. لا، أنا أوطن نفسي الأسبوع ده على الصمت وقلة الكلام وحفظ اللسان. لو أنت مكثت على هذا الحال فترة طويلة ومن الله عز وجل عليك وأعانك على نفسك، لو وفقت في أقل من سنة إلى اكتساب جملة عظيمة من الأخلاق والسلوك والعبادات. المشكلة أننا نعتني بقوله تعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة أكثر من عنايتنا به ويزكيهم، فأوتينا من قبل أنفسنا، وهذه أعظم مصيبة، أن تخسر نفسك وأنت تدل غيرك. يعني المفترض أن طالب العلم هذا مهمته إذا من الله عليه بالعلم أن يدل غيره على الطريق. طيب كيف تدل غيرك على الطريق وأنت تتنكب الطريق؟ هذا أمر ينبغي أن يوضع في على رأس الاهتمامات، إن هذه تكون هي البداية الراشدة، الإقبال على الله تبارك وتعالى بالعبادة، إصلاح الأخلاق ظاهرا، إصلاح القلب باطنا. لو تأملت في القرآن الكريم هذه الأمور الثلاثة، ممكن نسميها تزكية النفس، ممكن نسميها علم السلوك، أيا ما سميتها، لأن تزكية النفس بتثمر هذه الثلاث: قلب سليم، أخلاق فاضلة، عبادة مستقيمة. أيضا علم السلوك معني بتدريس هذه الأمور الثلاث. لو تأملت في القرآن الكريم، وهذا أمر ينبغي أن تعتني به أيضا، لوجدت أن تزكية النفس مرة في القرآن ترد مضافة إلى الله تعالى، فقال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فهنا أسند الفعل وأضيف أمر التزكية إلى من؟ إلى الله تعالى. طيب آية أخرى تجد أمر التزكية مسند إلى الرسول يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم. مرة ثالثة تجد أمر التزكية مضاف إلى العبد: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ما معنى هذه الأمور الثلاث؟ لو تأملت هذا لخرجت بفائدة عظيمة جدا. تزكية النفس اللي هي بتشتمل على العبادة الصحيحة والأخلاق الفاضلة والقلب السليم أضيفت إلى الله تعالى لأن التوفيق فيها بيد الله، وأضيفت إلى الرسول لأن اتباع طريقه هو السبيل الوحيد للحصول على تزكية النفس، وأضيفت إلى العبد لأنها بأعماله وجهده تكون وبتقاعسه وكسله لا تكون. برضو إيه اللي يترتب على كده؟ إذا علمت أن التزكية تضاف إلى الله لكونه المان بها ابتداء، أورث ذلك العبد أمرين:
الأمر الأول أن يكون جائم الدعاء لربه، أن يمن عليه بقلب سليم وأخلاق فاضلة وعبادة صحيحة. الأمر الثاني أنه إن وفق لن يعجب بعمله، لأنه سيعلم أن الله تعالى هو الذي من عليه ابتداء بهذا الفضل. واضح؟ طيب نزيد الأمر بيانا. العبد إذا ما علم أن الله تعالى هو المان عليه بنفس زكية وقلب سليم، ده قلنا يترتب عليه إيه؟ سيترتب على ذلك أمران. الأمر الأول أنه سيكثر من الدعاء. قال الإمام ابن القيم في الفوائد: قد أجمع العارفون بالله تعالى أن التوفيق كل التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان كل الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك. فمتى لم يكل الله العبد إلى نفسه فقد أراد له الخير، ومتى وكله إلى نفسه فقد حرم الخير. قال: ومفتاح ذلك، مفتاح التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، قال: ومفتاح ذلك صدق اللجئ والرغبة والرهبة إلى الله. أن يلجأ العبد إلى ربه لجوء الغريق الذي بدت له بادرة نجاه لن ينجو إلا بها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم آتي نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وكان يقول: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم إنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، لا إله إلا أنت. وكان يقول في دعائه بالليل: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وعلم معاذ بن جبل أن يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فدعا بحسن العبادة، ودعا بالأخلاق، ودعا بألا يوكل إلى نفسه في أمر قلبه، اللي هي الأمور الثلاثة اللي هي متعلقة بتزكية النفس أو بعلم السلوك. إذن متى علم العبد أن الله تعالى هو المان عليه بالقلب السليم والنفس الزكية؟ تضرع إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء، وصدق في لجئه إلى الله عز وجل، وصدق في طلبه الهداية من الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني: إن وفق فلن إيه؟ فلن يعجب بعمله. إن وفق فلن يعجب بعمله. قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. ولو علم العبد أن النبي صلى الله عليه وسلم تضاف التزكية إليه لكون اتباع سنته هو السبيل الوحيد للفلاح في الدنيا والآخرة،
ما وجدنا هذه الطرق البدعية وهذه الأوراد التي ما أنزل الله بها من سلطان، لأنه سيعلم أنه إن كان يرجو زكاة نفسه فهي في فين؟ في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا حديث السيدة عائشة أن ثلاثة نفر أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، واضح؟ الثلاثة كل منهم سيقترح منهجا في العبادة يريد به أن يصل إلى مرضات الله، ولكن على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أحد الثلاثة: أما أنا فأصوم ولا أفطر، يريد أن يصوم الظهر كله. وأما الثاني فقال: وأنا أقوم ولا أنا. والثالث قال: وأنا أعتزل النساء. كل واحد من هؤلاء الثلاثة أراد بذلك أن يصل إلى ماذا؟ إلى رضوان الله، ولكنه سلك طريق غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه؟ قال: أما أنا صلى الله عليه وسلم فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، ثم تبرأ من كل هدي يخالف هديه، فقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا الحديث أعظم ما يستدل به في وجه من يبتدعون طرقا للعبادة ويقول الواحد منهم: إننا نعبد الله، إننا نريد التقرب. وهل كان يريد هؤلاء إلا التقرب؟ فيرد عليك ويقول: هو الذكر حرام ولا إيه؟ ترد عليه برضه وتقول له: هو قيام الليل كان حرام ولا إيه؟ هو الصيام اللي هم قالوا هنصوم الظهر كله كان حرام؟ ما هم الصحابة واحد قالها صوم واحد قالها قوم، هو كان هو الصيام حرام؟ هو القيام حرام؟ ولما يجي هو يخترع شيء له أصل في مشروعيته ولكنه سلك طريقا غير مستقيم، فتقول له: وهل لما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم هل هم بذلك ابتدعوا عبادات من قبل أنفسهم؟ لا. لما أتى رجل إلى الإمام مالك وقال له: من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة. لدمقت أهله، دمقت أهل المدينة، الميقات المكاني لأهل المدينة. فقال: أرأيت إن أحرمت من مكان كذا وكذا قبل ذلك؟ قال: أخشى عليك الفتنة. فقال الرجل لإمام مالك: وأي فتنة في أميال أزيدها؟ إيه الفتنة في كده؟ هي من ذي الحليفة وأعدل أنا عشان أبقى مطمن كده على العبادة وعلى الطاعة. فقال: وأي فتنة أعظم عليك من أن تفعل شيئا تراه خيرا ولم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أي فتنة أشد عليك من ذلك؟ أن تفعل شيئا ترى فعله خيرا مما فعله الرسول، اللهم صل عليه. وروى الدارمي في مقدمة السنن عن عمرو بن سلمة قال: كنا ننتظر عبد الله بن مسعود على بابه
عند صلاة الغداة اللي هي صلاة الفجر. فجلسنا ننتظره، فأقبل أبو موسى الأشعري. أقبل مين؟ أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. فأقبل أبو موسى الأشعري فقال: ما خرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا: لا. فجلس ينتظره معنا. فلما خرج اكتنفناه، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت بالأمس أمرا أنكرته، ووالله ما رأيت إلا خيرا. لاحظ، أبو موسى الأشعري وهو من هو في الصحابة يقول عن أصحاب الحلق: والله ما رأيت إلا خيرا. وهذا يدل على أن البدعة الإضافية اللي لها أصل في الشرع فيها ما يلبس أمرها على الناس. هي لم تلتبس على أبي موسى، ولكن هذا يدل على أنها قد تلتبس على العام. فقال: رأيت قوما يجلسون حلقا وبينهم رجل يقول: سبحوا 100 فيسبحون 100، هللوا 100 فيهللون 100، كبروا 100 فيكبرون 100. فقال عبد الله بن مسعود: ألا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم؟ فإني ضامن عليهم ألا يضيع عليهم شيء من حسناتهم. وماذا قلت لهم يا أبا موسى؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك. فلما أقبل عليهم عبد الله بن مسعود قالوا: ما تصنعون؟ قالوا: نسبح ونذكر الله يا أبا عبد الرحمن. قال: أفلا عددتم سيئاتكم؟ فإني ضامن لكم ألا يضيع شيء من حسناتكم. ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه ثيابه لم تبل، وآنيته لم تكسر، فوالله إما أن تكونوا على ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، خد بالك، والله ما أردنا إلا الخير. فقال: كم من مريد للخير لن يبلغه. لأنهم عندهم النية وليس عندهم إيه؟ الهدي. عندهم النية، أرادوا أن يطيعوا الله عز وجل. فقال لهم: كم من مريد للخير. الأمر لا يقتصر على النية، فالنية هذه لصلاح لصلاح الإيه؟ الباطن، والاتباع لاستقامة الظاهر، وهما شرط قبول العمل. فقال: كم من مريد للخير لن يبلغه. ولقد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وما أراكم إلا منه. قال عمرو بن سلمة: والله لقد رأيت هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. الشاهد من هذه القصة وكلها شاهد، يعني ممكن أن تنتفع بها في أدب طالب العلم مع الشيخ، أنه ينتظر ولا يزعجه. ممكن تنتفع بها في أدب طالب العلم مع الشيخ، أنه لا يتعدل في إصدار الأحكام قبل أن يرجع إليه، خاصة في المسائل التي لم يكن له عهد بها، أو لم يرها من قبل، أو لم يفتي بها من قبل. خلاص.
ممكن تتعلم منها أدب سيدنا عبد الله بن مسعود مع هؤلاء، أنه لم يأمر أحداً أن يسيء لهم من أتباعه وأهل العلم ممن يتبعونه ويسيرون خلفه. قد تستدل بها على بدعية حلق الذكر بهذه الهيئة، وقد تستدل بها على أن أهل البدع جميعاً تشابهت قلوبهم في ماذا؟ في الخروج عن الهدي، ولذلك التقت الطرقية مع الخوارج في نهاية الأمر. الطرقية أصحاب الحلق التقوا في النهاية يوم النهروان مع الخوارج. وقد تستدل بها على بصيرة العالم، حدثنا رسول الله عن أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم وما أراكم إلا منهم. قد تستدل بها على أمور كثيرة، ولكن الشاهد منها أنك مهما سلكت من طريق للعبادة غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم فلن تصل، ستحجبك البدعة، لأن البدعة انحراف عن الصراط المستقيم. وهذه فائدة عظيمة، كل هذه الفائدة استفدناها من إيه؟ من إيه؟ من إضافة التزكية إلى النبي، من كلمة من الضمير في ويزكيهم، إن أضيفت التزكية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ما دامت قد أضيفت إليه فهذا دليل على أن هذا هو السبيل وهو الطريق الوحيد للحصول على نفس مطمئنة وقلب سليم. إذا أضيفت إلى العبد أدرك العبد مسؤوليته في تزكية نفسه، وعلم أنه لا بد أن يجاهد نفسه، كما قال السلف: من انتظر أن تواتيه نفسه على الخير طوعا فقد رام المحال. اللي منتظر إن نفسه تقوم به إلى الطاعة من غير مجاهدة وصدق في العزيمة فهو في الحقيقة يطلب إيه؟ أمرا مستحيلا. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الجهاد هنا بمعنى مجاهدة النفس، لأن سورة العنكبوت إيه؟ مكية ولا مدنية؟ مكية، فالجهاد هنا جهاد النفس، لأنه لم يكن قد شرع جهاد الأعداء بعد. وهذه أعظم مراتب الجهاد، بل كل مراتب الجهاد بعدها لا يفلح المرء فيها إلا إذا أفلح في تزكية نفسه. قال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. يعني فشلوا في حمل السلاح يوم أن فشلوا في حمل أنفسهم على الصلاح. فالإنسان اللي لا يستطيع أن يجاهد نفسه وأن يصلحها كيف يصلح وكيف يستقيم أمره في حمل السلاح؟ هذا أمر مستبعد تماما. حتى إن وجد عنده قوة بدنية على حمل السلاح، الله تعالى لا ينزل النصر إلا على من يستحقه من أهل الطاعة، هي مش بالعضلات. ليه؟ لأن في قاعدة احفظها، القاعدة دي عبارة عن جزء آية وجزء حديث. جزء الآية: وما النصر إلا من عند الله. جزء الحديث: وما عند الله لا ينال إلا بطاعته. اللي بيظن أنه هينصر الدين بالتنازلات والبدع
والأخطاء الشرعية ويقول إن ده مصلحة الدعوة، هذا جهل بسنة الله في النصر، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: وما النصر إلا من عند الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وما عند الله لا يناله إيه؟ طب اللي جنبك إلا بطاعته. هل قلت عندك رأي تاني ولا حاجة؟ وما عند الله لا ينال إلا بطاعته. يبقى كيف تعصي الله عز وجل وتتنازل عن ثوابت الدعوة أو عن شيء من أصول الدين أو تخالف الحلال والحرام في مسألة من مسائل الدين وتزعم إن مصلحة الدعوة في مخالفة الشرع؟ هذا لا يستقيم أبدا. يبقى إذن نعود إلى علم السلوك وتزكية النفس، وهي الخطوة الأولى التي كان يتبعها السلف مع طالب العلم، ولا ينقلونه عنها إلا إذا بدت عليه أمارات الصلاح، إلا إذا بدت عليه أمارات الصلاح. بعض العلماء ذكر لطيفة من لطائف العلم فقال: الله تعالى حينما نادى موسى فقال له: إنني أنا ربك، أول ما قال له ربنا سبحانه وتعالى قال له: فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، قبل أن يقول له: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فعلمه الله أدب التلقي قبل أن يوحي إليه. واضحة؟ اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس، هذا أدب المكان وأدب استماع الوحي. ثم قال الله له: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فأوحى الله إليه وعلمه، بس بعدما أدبه. والأنبياء إنما تولى الله تعالى إعدادهم وتأديبهم وتهيئتهم لما كلفهم به وأمرهم به سبحانه وتعالى. الإمام ابن القيم له كلام نفيس جدا جدا في مدارج السالكين في منزلة الأدب، له كلام غاية في النفاسة فنراجعه. يبقى احنا أوصيناكم بمجلد الإيه؟ السلوك لشيخ الإسلام، وهذه الوصية الثانية منزلة الأدب من مدارج السالكين. قال: وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وسوء أدبه عنوان شقاوته وبواره. نادي على الراجل اللي جنبك ده، آخر حاجة قلناها يا راجل طيب، مش هكمل لما تقوم. صدقت، ده آخر عهدك بي. أقول لك بقى اللي فاتك بقى. قال الإمام ابن القيم: وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وسوء أدبه عنوان شقاوته وبواره. فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، وما حرم العبد خير الدنيا والآخرة ب
بمثل سوء الأدب، ثم ضرب لذلك أمثلة. فقال: تأمل كيف دفع الله السوء عن الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة في الغار بسبب حسن أخلاقه. الثلاث أمور الثلاثة كلها في حسن الخلق، الثلاثة كلها فين؟ جميل. لا ده انت قريب خالص، الغار قريب خالص، ماشي. فالثلاثة اللي كانوا في الغار، الثلاثة اللي كانوا في الغار: من بر والديه، ومن تعفف عن امرأة عن ابنة عمه مع شدة حبه لها، والثالث الذي استثمر مال الأجير له وصدق في حمله المال. دي كلها ايه؟ جوانب أخلاقية. واضح ولا لا؟ فهؤلاء نجاهم الله تعالى بما من عليهم من حسن الخلق من شدة من شدائد الدنيا كادت أن تهلكهم الثلاثة. خلاص أطبقت الصخرة عليهم وانغلق عليهم الغار. يعني هؤلاء أيام وسينتهي أمرهم. فتوسل كل منهم إلى الله بعمل صالح. فالأول تحركت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. الثاني تحركت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. الثالث فتحركت الصخرة فخرجوا يمشون. وهذه من ثمرات صحبة الصالحين في دفع بلايا الدنيا عن العبد. صحبة الصالحين من ثمارها أنها تدفع البلايا عن العبد في الدنيا. فيقول: انظر، الكلام لمين؟ لإمام ابن القيم: كيف دفع الله عن هؤلاء الثلاثة بما من عليهم من حسن الخلق. وتأمل كيف ابتلي العابد من بني إسرائيل برؤية وجوه المومسات مع أنه كان يصلي لما دعت أمه عليه، مع أنه كان بيعمل إيه؟ هو مبتدي عليه، كان بيصلي. قال الإمام ابن حجر: لو كان عالما لعلم أن إجابة أمه أوجب عليه من صلاة النافلة. هو كان بيصلي نافلة، وكلما أتت أمه لتنادي عليه يقول في نفسه: ربي، أمي، صلاتي. ولكونه عابد غير فقيه اختار أن يواصل الصلاة، أن يواصل أمر الصلاة. فدعت أمه عليه حال كونه يصلي، واستجاب الله لأمه. بعض الإخوة بيعاند أمه وأباه بحجة أنه مستقيم، هم ما مش عارفين حاجة في الدين. لا، أنا طالما عارف ربنا ما يهمكش، خلاص. طالما أنا بطيع ربنا يدعو زي ما يدعو، يقولوا زي ما يقول. جهل، جهل وسوء خلق. فلن تكون أعبد من هذا الذي أغلق على نفسه صومعته واعتزل الناس وأخذ يأكل كسار الخبز ويعبد الله ليلا ونهار، ومع ذلك عوقب بسبب حنق أمه عليه وغيظها. يقول: وتأمل كيف رفع الله منزلة أبي بكر الصديق لما تقدم بين يدي النبي في مرض موته، فلما علم بقدوم النبي رجع وقال: ما ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فكانت كل خطوة يرجعها أبو بكر إلى الخلف ترفعه عند الله درجة، فكان خليفة رسول الله. اللهم صل عليه. فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الإيه؟ الأجب. وما حرم العبد من خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، بمثل قلة الأدب والعياذ بالله. يا إخواني، أهل السنة إذا كانوا أهل سنة فلا بد أن يأسروا الناس بأخلاقهم. أنت تتعجب يا أخي الحبيب لما تجد إن الكلام عن تزكية النفس والأخلاق موجود في كتب العقائد، وأنا بقول لك رقم 3 راجع العقيدة الواسطية، راجع عقيدة السلف للصابوني، راجع العقيدتين دول في الآخر، في آخر المتنين ستجد الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية بيتكلم عن حسن خلق أهل السنة وإكرامهم للضيف وصلتهم للرحم، وستجد الإمام الصابوني بيتكلم عن عدم تخلفهم عن صلاة الجماعة وعن حرصهم على عبادة الله، بيتكلموا عن علم السلوك أين؟ في كتب العقائد، في كتب العقائد المعنية بالكلام عن أركان الإيمان وحقيقة التوحيد. لأن حسن الخلق والقلب السليم دليل على صدق إيمان صاحبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الإحسان إلى الجار وإكرام الضيف وقول المعروف من دلائل الإيمان، من دلائل الإيمان. قال تعالى: والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، عبادة، والذين هم عن اللغو معرضون، هذه أخلاق. وآخر الأمر، لا ده أنت لو كملت الآيات كلها، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. فيها قولان: للزكاة لتزكية أنفسهم فاعلون أي منشغلون، القول الثاني زكاة المال مؤدون. طب إيه اللي جاب القول الأولان؟ إيه اللي خلنا ما قلناش زكاة المال على طول؟ إن سورة المؤمنون مكية والزكاة بالأنصبة نزلت بالمدينة. طب اللي قال زكاة أموالهم قالها بناء على إيه لما الزكاة مدنية؟ قال: إنما أمروا بالزكاة مطلقا في مكة وحددت أنصبتها في المدينة، ده سبب. والذين هم للزكاة فاعلون فيها قولان، والذين هم لفروجهم حافظون، أخلاق، أدب وعفة، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، رعاية الأمانة والعهود. يبقى والذين هم على صلواتهم يحافظون. كل الكلام عن الأخلاق والسلوك والعبادة، لم يأتي شيء عن أركان الإيمان الست
مما يدل على إيه؟ على أن أركان الإيمان الستة أصول، وهذه الأخلاق وهذه العبادة هذه ثمرت ذلك الإيمان. ولذلك من ابتلي بسوء الخلق فقد ابتلي بشعبة من النفاق. ما الدليل؟ ثلاث آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. وفي رواية: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. وفيها: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. واضح؟ إذن سوء الخلق دليل على ضعف الإيمان، ودليل على شعبة من شعب النفاق. فسوء الخلق والعياذ بالله شعبة من شعب النفاق، بدليل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال العلماء: أصل النفاق الذي عليه يدور هو الكذب. أصل النفاق الكذب، والكذب ده خلق إيه؟ سيء ولا عقيدة سيئة؟ خلق سيء. يعني الكافر لو لم يكن كاذبا يبقى كافر مش منافق. يعني في كافر بس ما عندوش كذب فيقول هو كافر على نفسه، الأبعد كافر. أبو سفيان لما كان بين يدي هرقل قال: والله لولا خشية أن يأثروا علي كذبة لكذبت، بس تبقى فضيحة. يتقال أبو سفيان كذب؟ أبو سفيان كبير قومه يبقى كذاب مع أنه كافر. فالمنافق نفاق اعتقادي، والكافر سواء، إلا إن ده كذاب وده صادق في كفره. ده قال صرح بكفره، وده قال هضحك عليهم واكذب وأقول لا إله إلا الله، وبقى كده إيه دفعت شر المسلمين عني، وأقعد بقى في بينهم آمنا على نفسي ومالي. لا طبعا، الكذب درجات. الكذب إن كان في أصل الإيمان فهو نفاق اعتقاد، والكذب إن كان في السلوك فهو كذب فهو نفاق عملي. واخد بالك؟ زي الرياء والعياذ بالله، إن كان الرياء في أصل الإيمان يرائي بالتوحيد، يعني دخل الإسلام رياء، فهذا نفاق اعتقاد، كما قال الإمام ابن رجب الحنبلي في شرح الحديث الأول في جامع العلوم والحكم. وإن كان الرياء في الأخلاق في العبادات فهذا والعياذ بالله قد يصدر من ضعاف الإيمان والعياذ بالله. اللهم سلمنا وإياكم. يبقى إذن يا إخواني الاهتمام بجانب السلوك والأخلاق والعبادة لا عجب أن نراه في كتب العقيدة، لأن احنا بنربى على أن العقيدة ليست قواعد نحفظها ولا كلمات نكررها، إنما هي أساس يثمر كل خير. ولذلك قال الإمام ابن القيم: من أراد علو بنيانه فعليه بإتقان أساسه وإحكامه وتوثيقه. فالأساس هو الإيمان، هذا هو الأساس، والبنيان العمل الصالح والأخلاق والعبادات. ولذلك قال تعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، الإيمان، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. ما هي فروع هذه الكلمة الطيبة؟ العمل الصالح والكلم الطيب.
العمل الصالح والكلم الطيب. ما ينفعش إيمان من غير عمل صالح ولا كلم طيب، ما ينفعش إيمان من غير استقامة في العبادة، ما ينفعش إيمان من غير قلب سليم خاشع مقبل على الله محب لله يخشى ربه سبحانه وتعالى. ما ينفعش إيمان من غير أخلاق فاضلة حسنة تأسر الناس. مش احنا بنقول احنا أهل السنة، والسنة يعني أتباع الرسول، والرسول يعني خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. فلا بد أن يكون لنا نصيب من عبادة النبي وأخلاقه وأحواله، أحواله يعني أعمال قلبه، ولا بد أن نجتهد في ذلك، فإننا بهذا نسعى إلى صلاح أنفسنا. وأنت مطالب بإصلاح نفسك أولا ابتداء، الواجب الأول عليك أن تنقذ نفسك من النار، ولا في أوجب من كده؟ هذا أوجب الواجبات وأول ما ينبغي عليك أن تصنعه، أن تنجو بنفسك من عذاب الله. ولن تكون كذلك إلا إذا حققت الإيمان وسلكت طريق النبي صلى الله عليه وسلم على هديه وعلى منهاجه متبعا لسنته. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذه الكلمات قائلها وسامعها ومن بلغته، وأن ينفعنا وإياكم في الدنيا والآخرة بهذه المجالس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. آمين. طيب مولانا، حاضر حاضر، جزاك الله خير. هو يعني في بس مش عارف اعمل ايه. طيب كتاب احياء علوم الدين، طبعا يعني العلماء بيحذروا من القراءة فيه خاصة لطالب العلم المبتدئ. ففي كتاب اختصره الامام ابن قدامة منه، وهو مختصر منهاج القاصدين، وهذا أيضا أوصيكم بالعناية به. فيه في مطلع باب الأخلاق كيف يعرف المرء عيوبه، إما أن يدله عليها أخ ناصح، وإما أن يطالع كتب العلم فيعرف الصواب والخطأ فيستدل بذلك على عيب نفسه، وإما أن يجلس بين يدي عالم رباني يربيه، يربي في هذه المعاني ويدله على ما في نفسه من خير ليدعمه، وما فيها من شر فيستخرجه، لأن عملية التزكية قائمة على التخلية والتحلية، تخلية النفس من الآفات وتحليتها بالفضائل وما يرضي الله تبارك وتعالى. إن فقدت هؤلاء الثلاثة فكن صادقا مع نفسك، فكن صادقا مع نفسك، وادعو الله تعالى أن يبصرك بعيب نفسك، وتأمل كيف تصير الأمور، وتأمل ما هي العلامات وما هي الأمور التي تدل على ذلك، واستبصر بالمواقف التي تقع فيها وكيف تؤديها، استبصر بها على ما من الله عز وجل عليك. فإن وجدت خيرا فاحمد الله واسأل الله تعالى المزيد، وإلا فاسأل الله تعالى أن يمن عليك.
الكذب إذا كان في أصل الإيمان فهو نفاق اعتقادي، وإذا كان في الأخلاق والسلوك فهو نفاق عملي. الكذب إذا كان في أصل الإيمان، يعني هو يقول أنا مؤمن وفي الحقيقة هو ليس بمؤمن، فهذا يكذب في أصل الإيمان، فهذا نفاق اعتقادي. ما معنى نفاق اعتقادي؟ يعني يظهر من الاعتقاد ما ليس فيه، فيظهر الإيمان ويبطن الكفر، وصاحبه مخلد في النار وهو أشد من الكافر الذي يصرح بكفر. قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصير. أما النفاق العملي فهو مشابهة المنافقين في أخلاقهم مع صدقه في الإيمان، يعني هو آمن بالله وآمن بالرسول حقا، ولكنه يشابه المنافقين في أخلاقهم، يكذب، يخون الأمانة، يخلف في عهده، إذا خاصم فجر، يستهزئ مثلا بأحد المسلمين، يقدم هذا لماله ولا يبالي بدينه، وهذا كله من أخلاق المنافقين، ولذلك يسمونه نفاق عملي، يعني شابه المنافق في العمل وفي السلوك وفي الأخلاق، وصاحبه والعياذ بالله على خطر عظيم، ويجب عليه أن يصارع إلى التوبة والندم إلى الله تعالى. ولم يكن النفاق الاعتقادي موجودا أبدا في مكة، لأن النفاق الاعتقادي لا يوجد إلا إذا قويت شوكة المسلمين، فتجد من الكذابين من يداريهم ويمالئهم ليتقي عقوبة الكفر. أما في المدينة فقد ظهر النفاق بعدما من الله على المسلمين بالنصر في غزوة بدر الكبرى. هذا كلام صحيح، إن سوء الخلق بيصد عن سبيل الله، هذه حقيقة، سوء الخلق بيصد عن سبيل الله، لأن الله عز وجل قال ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، رجل يحلف كذب فيكون بذلك صد عن سبيل الله، فسوء خلقه صد الناس عن سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن يطول في الصلاة على خلاف ما يقوى عليه الناس وعلى خلاف السنة، قال لهم إن منكم منفرين، فما بالك بمن تسوء أخلاقه. والنفوس مجبولة على أن تنقاد لمن أحسن إليها، حسن الخلق إحسان، حسن الخلق إحسان، ولذلك احنا أمرنا بأن نحسن في معاملة النصارى الذين لا يحاربوننا ويقيمون بيننا بأدب وبحسن جوار. لماذا؟ حتى نفتح قلوبهم للإسلام. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروه، البر حسن الخلق، وتقسطوا إليهم، يعني تتصفوا بالعدل معهم، إن الله يحب المقسطين. أما إن اعتدوا
علينا فحينئذ يجب أن يعاقبوا على هذا الاعتداء حتى تكون كلمة الله العليا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.